أبو جميل، طبعاً التنافس في الملعب مزبوط؟ طبيعي. يعني الواحد في الملعب ما فيها لا يعني ما فيهم ملحمين بالعربي من الآخر، لكن خلصت المباراة حبايب وأخوان وكل حاجة، وما في تعصب وما في شيء. إذا فزنا حتقول لي مبروك؟ أقول لك مبروك والله. وإذا خسرنا وأنا أقول لك مبروك، صح ولا لا؟ هذه الروح اللي مفروض تكون يا حبيب قلبي. يعني متفقين أنا أبو جميل أنه بدون تعصب، الفائز نقول له مبروك، والخاسر نقول له إيش أبو جميل؟ الله ينصرنا عليكم، الله ينصرنا عليكم.